في موضوع الاختيارات عندنا really وquiet شكو. إذا لقينا important really fast هذين الكلمات إذا لقيناهن أو لقينا قبل الفراغ أي راح نخلي really، ما لقيناهن راح نخلي quiet. مثلا هنا لقينا fast مش راح نخلي، راح نخلي really. هنا لقينا أي قبل الفراغ إذا راح نخلي really، أو لقينا beautiful لا لا أي قبل الفراغ خلي really. هنا ما لقينا لا important لا really لا fast لا أي قبل الفراغ فراح نخلي quiet. الوراها لقينا ما لقينا لا مثلا كلمات كلهن ما لقينا إذا راح نخلي quiet. هنا بالأخير إيش لقينا important إذا راح نخلي really.